जमाने हो गए। सर पे सदी के आँखों पे उस मान हो धड़कनों में उमर जा ने जागो अली। सर पे सदी के आने जागो अली। ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर फिर ज़ियारत का कितना मज़ा आएगा सामने हो अगर। बोली बने अली करबला फिर शहादत का कितना मजा आएगा सामने हो ना। शिफा चाहिए मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम ना। दवा चाहिए ना शिफा चाहिए खबर आया का अगर। मेरी लेने खबर आया का अगर। फिर आया तत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर। रूह खैरुल बशर फिर इबा पे उड़ता है।
بسم الله الرحمن الرحيم قل إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار يا رب جو کچھ پڑھا گیا اپنے پاک بہت اللہ ہی لال کے قبول فرما یا رب اس کا ثواب اس گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فات پہ چکے ہیں ان سب کو پہنچا یا رب اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی فات پہ چکے ہیں ان سب کو پہنچا یا رب اس گھر میں سے جتنے بھی بیمار ہیں بچے بوڑھے ہیں ان سب کی بیمار ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما یا رب اس گھر میں سے جتنے بھی پریشان حال میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین